السلام عليكم من جديد، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكون بخير، نهاركم مبروك. اليوم انا نكملكم في الفيديو تاع يامس اللي حطيت لكم يامس، وان شاء الله اليوم غادي تكملوا الفيديو. هنا راني داخله وول مارت، غادي نوريكم شويه شفيه. فيه الرخص، يعني مرخصين الصوالح على كوسكو. كوسكو اول مره نروح له ما عجبنيش، كما قلت لكم ما عجبنيش اطلاقا. السلعه تاعه لازم يعني تمدي بالكرو كاش بالحبه، وثاني مغليين. بيجي داير كيما كوسكو، بيعوا بالكرو ولكن مرخصين، سلعتهم رخيصه شويه. انا خلحت في هذاك يعني كل شيء زايدين فيه السومه. المهم بديت نظره وريتها لكم، وهنا تبكم وول مارت اكبر محل تجاري وبيبيعوا بالرخص. ما تنسوش البنات، هذا هو الانستغرام تاعي، تواصلوا معايا وتابعوني عليه. ان شاء الله كل مره نحط لكم حاجه من يومياتي. هنا الداخل كنت هضرت في الفيديو، ولكن للاسف كانت كاينه موسيقى واليوتيوب تطير لي الفيديو، يعني ممنوع. راكم عارفين حقوق تاع الموسيقى. هنا كنت قلت لكم فيديو ما لقيتش لاباط فايتي، ما لقيتهاش مباري لقاها، واليوم ما لقيتهاش، خساره حوست عليها كاع. هنا هذا الفرماج شوفوا كما هذا ب10 دولار، احسن 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 كثير من كوسكو. ناس وراح مرخص، شوفوا هنا الفرماج كاع رخيص. هنا 82 سنت. Vibration too. It's in vibration. أنا كتبت ربطها. Thank you.
البنات هنا الفيديو درت راح كسير على خاطرش كنت حاسه بلي غادي ندي تاع كوسكو مع وول مارت. على هذا يعني قطعت هنا ما كاميريتش بزاف في وول مارت وكون عرفت هكا كنت نطول الفيديو تاع وول مارت. المهم البنات الفيديو تاع وول مارت اللي درته في قناتي من قبل مي كنت عاد قناه جديده غادي نحطها لكم، نحط لكم الرابط تاعه وتفرجوا عليه، غادي تلقوه فوق تفرجوا عليه ان شاء الله بالتفصيل. يعني وول مارت حطيت لكم بالتفصيل هنا، دروك انا خارجين ما بقى حال علينا، ديجا الليل يطيح بكري عندنا مش كيما دروك المغرب راه 4:15. على هذا ان شاء الله نروح للدار وتهلاو تفرجوا على الوول مارت في الفيديو اللي غادي نحطه لكم هنايا فو كليكو عليه وتدخلوا تفرجوا فيه بالتفصيل. ومازال ان شاء الله جايه الجوالات. صاير انا رايحين نشوفوا هالليل واحد البرد ما تامنوش عقلكم. ليدي جمدت والله، لا من خشت لا ليدي لا جمدت، عاد لابسه ندف يا ربي. المهم ان شاء الله الفيديوهات الجايين غادي يكونوا بزاف شابين، ان شاء الله مازال جوالات ومازال غادي نخرجكم ونمتعكم. غير بقوا اوفياء وديروا لي لايك ويا روحوا للدار نكملوا الوصفه. هنا البنات جيت للدار ريحت شويه فطرنا، يعني ما فطرناش بكري وما كاش كي نفطروا برا، فطرنا في الدار اليوم كلينا يعني شويه. وغادي نوجد الدجاج تاعي، ها هو خليته الليله كامله هنا. السني تاعي كما راكم تشوفوا هذاك البلا راني دهنته بشويه دجاج، ما تامنوش عقلكم راني عايه هنايا هنا ما نحكي لكمش راني عايه مدكدكه. انا مداري كي نخرج نحوس لازم نكون موجدة صوالحي، يعني الماكلة تاعي نكون دايرة مقبل نكون موجدة صوالحي باش كي نجي للدار معليا غير ريح. سيرتو راه عندي بيبي يعني راكم عارفين نرضعها منا بزاف صوالح نقوم بها يعني، فنزيد نعيا أكثر. ولهذا دايما نوجد أنا صوالحي قبل كي نجي خارج، إلا اليوم كنت ندير الدجاج كما راكم تشوفو زعما كيما هادي وصفة سهلة معليا غير درتها فطلة شعلت عليه الكوشة. أنا غادي ندخلها يطيب وندير معاه شوية بطاطا كوشة والحمد لله والله يدومها نعمة علينا. ودوك نوريلكم البنات شا شريتها، أنا شريت وحد الصوالح تعرفو تاع كوستميتيك وكش يعني مشي بزاف، دوك نوريهم لكم إن شاء الله. بابي كويسون هو الاول، عاد نزيد الالومنيوم، ما نبغيش نلامس الالومنيوم مع اللحم دائما. انا هذه هي العاده تاعي بابي كويسون ونزيد فوقه الالومنيوم. البنات جربوا هذه الوصفه والله غادي تعجبكم بزاف، الدجاج تاعكم يجي شارب ويجي شباب بزاف وطري وما يجيش مالح. الا كان زعما شفتوا لي درت الملح بزاف ما يجيش مالح، يجي هذاك هو في البنه. جربوا جربوا، انا ملي جربت هذه الوصفه مانيش نستغنى عليها. المهم غادي ندخله كوشه. وهنا شريت واحد البطاطا صغيره شريتها من وول مارت وشريتها بقل سومه على كوسكو،
مانيش عارفه على شحال، ولكن اقل سومه اقسم بالله. غير يعني كوسكو ما نكذبش عليكم، خلعني في هذوك لي بري تاعه، ماشي كاع لهذيك الدرجه، وسيرتو مع الكورونا الناس كاع مقسم السلعه هما زايدين. انا الحيوان بقيت هداري لا بيبليسيتي في كل بلاصة، ضلوا الناس يهضروا عليه، ما عادش حاجه باش الناس تهضر عليه وتكثر عليه قاعده الهضره. هو برك حاجه شابه فيه اللحم، نجمي تشري خروف من ثم وبسومه شابه، خروف تشري كومبلي بسومه شابه، ولكن الشيء الاخر كل شيء زايدين فيه. ما على باليش عندي هاد البطاطا، انا شريتها من وول مارت، شوف هادي تجي صغيره، غسلتها مليح مليح مليح. هاد البطاطا ما تنكوهاش، ما تتنكاش يعني، تندار كيما هكا، غسلتها مليح مليح. وغادي نديرها في هذيك الشكاره تاع اللي كنت دايره فيها الدجاج كما راكم تشوفوا، راح نشابك شويه على صوص. نخلطوا هذيك البطاطا مليح مليح في هذاك الساشي باش تمتص لنا كاع هذيك لاصوص اللي بقات، ما من البنه تاعها غادي تطابق مع بنه الدجاج. هي انا من قبل كنت نديرها ونخليها يعني تضرب لي هنايا شحال من تقعد، 3 سوايع 4 نخليها في لاصوص تاعها، ومن بعد عاد نطيبها. ولكن اليوم ما كانتش عندي يعني، جبتها معايا كي جيت هنايا. راني وجدت سنيده له بابي كويسون، وغادي نفرغ هذيك البطاطا تاعي. نفرغ مع هاد الكلاصوص ونستفوها مليح مليح. غادي نزيد معاها البروكلي. البروكلي انا نديرها غير كوشة يعني قليل، ونديرها مع الفريت، ولا نقليه بالبيض، ولا نديره سوب قليل قليل. ان شاء الله غادي ندير لكم وصفه تاع البروكلي بالبطاطا والبيض، يجيه بال من قبل ما شاقر زوجي نهار اللي كلاه ما عرفش هو اللي من تحت تمين، قلت له قال لي كي منيتك كذي هذا درتي هاك، يجي روعه ما ينعرفش يعني، اللي ياكله ما يعرفش. انا زدت شويه ملح بروكلي، ماذا بكم تملحوه شويه باش تجي البنه تاعها تجي شابه. الملح زدت على البطاطا خاطر هذيك الصوص ما كانتش بزاف، كان حاجه يعني شويه برك. وزدت هنايا المعدنوس يابس، زدت على البطاطا. البروكلي ما ديروش فيه المعدنوس، ديروا غير الملح وصافي. وغادي نغطيها بالالومنيوم وندخلها الطب. الدجاج كي طاب، شوفوا لاصوص اللي طلقها لاصوص، شوفوا انا ما زدت فيه لا ما لا والو، درتها قدامكم انا الماء ما نزيدش في الدجاج. شوفوا لاصوص اللي طلقها، غادي ندخله نقلع شويه صوص. وهنا ثاني البطاطا والبروكلي راهم طابوا، شوف كي طابوا مليح مليح مليح، داك البروكلي يجي روعه. والدجاج راني قلعت شويه لاصوص ودخلته، هذيك لاصوص يعني خلوها على جهه من بعد هكا، انا زوجي يبغي يديرها مع الدجاج ودخلته، وغادي نخليه ينشف ويتحمر لي مليح. والبطاطا صاي سي بون راهي طايبه، قلحتها غادي نبلعها ونروحو نوري لكم شاشه. المهم البنات الدجاج تاعنا راه يطيب، خلوه يطيب على غفاه. جيت قلت عليه ما نوري لكم الشاشريت، حنا نسى هذا ما نبغي الصباغه والصوالح يعجبونا. انا كنقول لكم ماني في ربع سنين ما صبغتش، ربع سنين ما جا الصباغه فوق شعري، خليته كيما هو ناتورال. شعري انا ماغوفونسي يعني، تك تشوفيه تقولي راه كحل، تحس بيه كحل. على هذا قلت على ما نصبغهش، ندير لها هذه الصباغه. شوفوا
عجبتني هاد الصباغه بزاف، وهذه هي اللي كنت متخيلتها وباغيه نديرها، مبغيتش نديرها صفراء. بالنسبه ليا انا شعري درت له صباغه صفراء فوق الشعر، يعني فوق شعر عادي، يعني ما ديكابيته ما والو، فوق شعري عادي. كنت في ديك اللي نديكابي ونضل نحرك فيه، خلي ندير عليه صباغه صفراء ونشوفها كي تخرج تاكلاخسيلي. عملت اكلاخسا وتفتح لي مليح وكل شيء، وقلت ان شاء الله يا ربي ندير عليه هاد الصباغه ديريكت. قبل ما ندير هاد الصباغه غادي ندير هاد الشامبو الرائع اللي انا جربته من قبل، شيمل لايت. هذا جربته من قبل وعن تجربه هبال هبال. قبل انايا كنت مين درت الصباغه كانت خرجت لي هذيك البلايص اللي جو حمرين، راكم شفتوا جو روجيات باني روجيه. اما هذا هو اللي ريباري لك كاع هذوك البلايص، هذوك يسكمهم لك ويخرجهم لك بويضين، رايحين ماشي بويضين، يخرجهم لك صفرين كشغل رايحين سيلفر رايحين الفضيين، ولا بلوند رايحين نقولوا ابيض نقولوا واصفر. خرجهم لي علامه. انا من هذاك اليوم هذا الشامبو اللي عجبني بزاف شريته خطره برك، وشريت نفس القرعه كيما هكا واني عاقله. شوفوا واقيلا صغيره عليها اللي شريتها انا قبل، شريتها اونلاين ما شريتهاش من. المهم درت بيه شحال من خطره وخرج لي شعري شباب وفتحه لي، وعليها ودرت عليه الصباغه عادي خرجت لي شابه. على هذا عاود شريته، راني باغي واحد البلايص هنا من ديك الصباغه واحد البلايص خرجوا لي شويه حمرين، راني غادي نسكمهم بيه. المهم هو ديروه فوق الشعر وتغسلوه، يعني ما يطولش بزاف. وبالنسبه للشامبو ابري شامبو، هذه اول مره نشري هاد الماركه لوريا باري. الصباغه كنت مقبل نشري لوريا باري، ولكن الشامبو ابري شامبو كنت نشري ارغان اويل، وكنت نشري كيراتين اويل، هادو الميير الشعر يردوه رطب. المهم هذا خطر كنت ما نشريهمش، نشري هذا لوريا باري. ها هو مام تاع كولر كير، ها هي سيستم مليح الصباغه، ويرطب الشعر. موستر شامبو موستر كونديشنر، ان شاء الله يا ربي يكون برك شباب. هي نورمالمون لوريال ماركه شابه، ما فيهاش ما كاش فيها زوج يحكوا عليها، ماركه شابه. انا غادي نجربها ان شاء الله، ولا خرجت لي صباغ كيما هذه انا غادي نرد لكم الخبر. المهم هذا مجربتها من قبل رسمي نعطيه لكم، ولوريال باري من قبل نجرب هذا الماركه تاع لوريال باري تخرج، ولكن هادو زوج اول مره غادي نجربهم. اما نخليكم معايا باش تشوفوا الحشا كيفاش جا، وان شاء الله نتلاقاو فيما بعد. وها الدجاج الله الله عليه كيتحمر وكي جا. شوفوا هذاك الشكل، يجي روعه روعه روعه. جربوه راني نقول لكم، جربوه هذا خطر عن تجربه تخرج لكم هبال هبال. شوف تحمر لي مليح، يجي طري، يجي يذوب في الفم كي الفرماج. وداك البروكلي ثاني راكم شفتو، شوفوا كي جا شباب. البطاطا درت سلطه، درت طوماطيس، درت خيار، درت شويه بطاطا شويه بروكلي، وحطيت ديك الدجاج وحطيت فوقها الزيتون. هذاك الزيتون كنت حطيته منين بغيت ندخله يتحمر لي التحميره التاليه. شوفوا كي جا، شوف التحميره التاليه قصت عليه حبات زيتون وخليتهم معاه، يعني ديكور وبنا كل شيء. المهم ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وهذه لاصوص، خليت شويه لاصوص، زوجي يبغي يغمس الفخط تاع الدجاج في ديال لاصوص، هو يبغي هاك انا ما نديرهاش. وهذا هو روتيني، وهذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يكون نال اعجابكم. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تخلوا لي كومونتير تاعكم، وماذا بكم بارطاجوا الفيديو هذا تاعي باش توصل للناس ويتعرفوا على قناتي. ونتمنى لكم ان شاء الله يوم طيب ورائع، وانتظروني في فيديوهات قادمه اجمل ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه.